السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ من فتره كده كبيره، من فتره طويله، مثلا كده حوالي شهر ولا شهر ونص، كنت نزلت فيديو عن ازاي تظبط الساعه الجي شوك اللي هو موديل جي اي 100 او جي اي 100، ولكن كان في مشكله في التصوير. كان في مشكله ان السطوع النور كان بيرفلكت على الساعه وكان على الكاميرا، فكانت الفيديو كان بيتفهم بس كان لازم تتعب شوية عشان تشوفه اكتر، يعني عشان تفهم انا بقول ايه وبعمل ايه. ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن ازاي تظبط كل الساعة، ازاي تظبط ساعة جي شوك كاسيو جي شوك جي اي 100 او جي اي 100 ان شاء الله في الفيديو ده. يعني ان شاء الله هعدل من المشاكل اللي قابلتني في الفيديو الاولاني، وان شاء الله هطلعها لكم باحسن صورة. فاتمنى حضرتك تعمل لي لايك وتعمل اشتراك في القناه، واتمنى ان حضرتك تتابعني اكتر واكتر، عشان احنا بنتكلمش عن ساعه، يعني عن الساعات بس، احنا بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن الساعات، بنتكلم عن المعلومات العامه، وان شاء الله قريبا هنتكلم عن يعني العلاقه بال يعني الحاجات الاقتصاديه شويه، عن علاقه الدولار، عن الدولار بقى بكام دلوقتي. ان شاء الله يكون معانا واحد باذن الله ان هو يتكلم عن الصرافه، ويتكلم عن كل يوم يوميا عن طلوع دولار ونزول الدولار وهكذا بالنسبه للعملات كلها. فاتمنى حضرتك بس تنزل تشترك معنا في القناه وتعمل لايك، واتمنى يعني تدعمني، يعني هو الدعم بس كله باللايك والاشتراك بس في القناه. شكرا جدا، يلا بينا. زي ما احنا شايفين دلوقتي يا جماعه الساعه في ايديا اهي، ان شاء الله اللي هي الموديل جي اي 100، تمام. علشان نظبط الوقت الثواني اهي على اليمين اهي 50 51 52 وساتردي اللي هو يوم السبت، و27 اللي هو اليوم في الشهر، وشهر 7، تمام. لو احنا دلوقتي عملنا دوسنا ادجست عشان نظبطها بقى، الجي اي 100 ما فيهاش اللي هو الكراون اللي هو كاننا ايه اللي هو زي الاكره كده اللي احنا بنخرجها عشان نظبط الساعه. الساعه دي بتتظبط اوتوماتيك، ولازم تتظبط اوتوماتيك عن طريق الديجيتال. فاحنا هندوس على ادجست لمده 3 ثواني اهو، تمام. سمعتوا الصوت؟ هو دلوقتي بيقول لي انت عايز تختار ايه، انا هقول له كايرو، تمام. التنقل هيبقى عن طريق المود اللي هو الزرار ده التنقل. فانت هتضغط كده او كده، احنا روحنا عند كلمة ديست كده، احنا انت عايزها لو 12 او 24. لو انت عايز الساعة يعني اربعة، يعني مثلا 12 دي اللي هي ايه بعد الساعة 12 تجيب لك الساعة واحدة، لكن لو انت خليتها على 24 هتبقى مثلا بعد الساعة 12 يقول لك الساعة 13، الساعة 2 هتبقى الساعة 14 وهكذا. انا بحبها على رقم 12 على 12. لو انت عايز تظبط الثواني وتخليها صفار ممكن ترسترها. يعني نيجي بقى عند هنا الساعة دلوقتي 1:34، احنا مثلا عايزين نخليها وليكن على الساعة 6، فهنزود نتنقل فورورد دي هتبقى يعني تزود، واللي هي اللي هي كلمه ريفرس يعني هتقلل، فهنزود بفورورد اللي هو الزرار اللي تحت، هنزود بكلمه في الزرار اللي تحت، فنزود اهو 1. احنا كده بنخليها على كام؟ على 3 4 5 6، تمام. هنخليها على الساعه 6، هننزل على الدقايق، عايزة 6 وكام؟ انا مثلا هخليها على الساعة 6:34، مفيش مشكلة، يعني خليها على 6:34. برضو انت بتزود وبتنقص اهو كده، انت زودت 35 36 37، وعايز تقلل برضو عن طريق دي فوق اهو، خليها 34، تمام. هنروح بقى ايه نقلين على الناحية التانية. انت عايز 2000 ده دلوقتي 2019، لو دوست على الزرار ده كده هتبقى 2020 2021، لو طلعت فوق هتبقى 2020 2019. المهم يعني تعرف ان الفورورد اللي تحت دي بتزود، والريفرس اللي فوق دي بتنقص، تمام. اهو ننقل على شهر 7، احنا عايزه شهر 7 ده كده شهر 7، لو عملنا كده برضو هتبقى 8 9، لو طلعنا فوق هتبقى وهكذا 27، تمام. ال LTE دي اللي هي الاضاءه، عايز الاضاءه تبقى عامله ازاي، يعني الإضاءة في الساعة عايزها تبقى لمدة ثانية ولا لمدة 3 ثواني. أنا هخليها لمدة 3 ثواني عشان يعني أشوفها بشكل كافي. يعني هننقل في الناحية التانية كده كايرو. لما أجي أدوس كده على كلمة بقى أدجست اللي فوق دي، لو دوست على كلمة أدجست إحنا كنا ظابطينها على كام؟ على 6:34. طبعا مع تعدد الوقت هتبقى كام؟ هنعرفها دلوقتي، تتظبط الساعة اوتوماتيكيا، ما بتتظبطش عن طريق كراون او يعني عمود للساعه.
تمام، احنا كنا ظبطنا على 6:34، بس في خلال التعديلات زودنا يعني هي زادت 2 دقيقة عشان هي شغالة اوتوماتيك، عشان احنا ايه يعني مش بتقف خالص يعني الساعة يعني. تمام، الزرار اللي فوق ده زرار النور. النور كده احنا قايلينه 3 ثواني، مش النور ده نور ليد، مش نور نيون، مش زي الساعة اللي هو جي اي 1000، ده نور ليد. ليد اهو اللي هو النور بيطلع من تحت اهو اهو، ده زرار لو انت عايز اللي هو اللي اسمه فورورد، ده فورورد، ده كلمة فورورد ده لو انت دوست هنا فورورد دي، لو انا دوست عليها بيجيب لي التاريخ تحت اهو على الشمال اهو 27/7، او لو انت عايز تخليه يقول لك الدقايق كام، يعني النهارده مثلا دلوقتي مثلا الساعة 10:57 اللي هي الساعة 11 الا 3 دقايق وهكذا. الفورورد ده التنقل فيه بكده. كلمة المود دي بقى اللي انت مثلا ايه لو انت عايز تنقل، لو انت ستوب ووتش اهو، لو انت عايز تشغله تدوس على كلمة ادجاست هتلاقيها، قصدي على كلمة فورورد هتلاقيها اشتغلت. تمام، عايز تعمل بوز، تبوز مش توقف، مش توقف خالص، مش تعمل ريسيت، مش تمسح خالص، تعمل بوز كده وقفتها. تمام، تشغلها تاني تشتغل اللي لفيته، بتحسب عدد اللفات فوق اهي. تمام، ده كده البوز دي كده الحته اللي فوق دي ملي سكند، يعني يعني اجزاء من الثانيه يعني. تمام، لو انت عايز ترسترها خالص دوس على كلمه ادجاست. ادجاست اهي اللي فوق اللي على الشمال دي، الزرار ده كده صفرتها خالص. عايز تنقل الناحية التانية، ده التايمر. التايمر ده اللي انت بتظبطه اهو، يبتدي يشتغل على 59 دقيقة وتلاتة وعشرين، 59 ساعة وتلاتة وعشرين دقيقة، حاجة كده كبيرة جدا. لو انت عايز توقفه توقفه كده، لو انت عايز تعمله ريست ترسته من هنا اللي انت تمسحه خالص. دي ال W ال T اللي هي على حسب انت عايز تظبط الساعة على انهي بلد، انت عمال تنقل روم بيروت حاجات زي كده. الالارم، الالارم لو انت عايز تشغل الارم تشغله كده، الارم واحد، الارم اتنين، الارم تلاتة، الارم اربعة وهكذا. سنوز دي اللي هي لو انت عايز تشغل الساعة وتعمل لها سنوز، يعني تشغل الالارم وتعمل له سنوز. سنوز ده اللي هو ايه يعني تعمل له غفوة كده وبعد كده يشتغل تاني وهكذا. ننقل بقى الناحية دي، ده كده خلاص، كده احنا عملنا الساعة الجي اي 100. قلنا كل فانكشن اللي فيها، عرفنا ازاي نظبط الوقت، نظبط التاريخ، نظبط الساعة كاملة. فأتمنى حضراتكم يعني ما تنسوش بس تعملوا لايك، ويعني ما تنسوش بس الاشتراك في القناة، أتمنى تشتركوا في القناة عشان إن شاء الله تشوفوا أحسن ساعات بإذن الله وتشوفوا الضبط بتاع كل ساعة. شكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما شفنا يا جماعة الحمد لله خلصنا توضيب أو تظبيط الساعة الجي شوك، كاسيو جي شوك جي اي 100 او جي اي 100. فاتمنى ما تنساش تعمل لنا لايك وتضغط على علامه الاشتراك وتضغط في الاشتراك، واتمنى تدعمنا وتنشر الفيديو ده ما بين اصدقائك اللي هم معاهم ساعات او معاهم ساعه وعايز يظبط الساعه جي شوك، او ان هو عايز يشتري ساعه فيتابعنا ان شاء الله، وان شاء الله يعني نديله افضل الاسعار ان هو يشتري احسن ساعه بافضل الاسعار، وان شاء الله نكون مع بعض على طول. فاتمنى ما تنساش تعمل لايك واشتراك. شكرا جدا لكم، كان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.